من الحشرات الذباب والبعوض بطريقة سهلة في حديقة المنزل أو ممكن في البلكونة، تثبت حاجة بالمنظر دوت. في ناس بتعملها بأزاز المية الفارغة، بيقطعوها نصين ويقلبوها على بعض كده، بحيث إن هي الذباب بيخش وبيحط في الجزء اللي في الأسفل محلول سكري، بحيث الحشرات تنجذب ليه وتخش من الفتحة دي، وطبعا ما بتعرفش تطلع تاني، لان هو دي الفكرة بتاعتها. هو بيدخل الذباب او الحشرات وبيتحبس وبيموت، بيغطس تحت. يعني شايفين ده محلول سكري. دي تقدر تعملها في الحديقة او في البلكونة او في الشقة من جوه او في البيت.